زين ابراهيم، اهلا وسهلا فيك بفاشن نيوز اريبيا. اليوم بدنا نخبر كل الصبايا اللي عم بيتابعونا عن تكنيك جديد وموضه جديده بعالم المكياج. خلينا نبلش بشيء اسمه نانو بليدينج، يلي هو تقنيه جديده ولازم نعرف تفاصيل عنها اكثر. انت جايه من لوس انجلوس، جايبتي لنا اياها على الدول العربيه، تفضلي. نانو بليدينج هو اجدد من المايكرو بليدينج اللي كل العالم كانت تعرفه. اللي بيفرق عن المايكرو بليدينج هو طلعوا هيدي التكنيك لتطلع الشعره بعد ارفع من المايكرو بليدينج، وفي شيء كتير حلو لكل الصبايا اللي عندهم اويلي سكين وما كان يلقط التاتو او البيجمنتس على الجلد تبعهم. حلو فيه ما في وجع ابدا، لانه بنشتغل على الليتست على الاخر طبقه من الجلد، ما في ولا نقطه دم، ما في وجع، ما في ورم. الحلو فيه هيدا التكنيك انه اللون لما بده يروح من الجلد لا بيضرب احمر او رمادي، بيبهت وبيختفي، ما بيترك اي اثر على البشره. الموضة الجديدة بالمكياج الميك اب نو ميك اب، خبرينا عنه اكثر. الترند اللي دارج هلا بنشوف الصبايا كلهم سوا ميك اب نو ميك اب، خاصة بالنهار، بالليل يمكن بنحط شوية ميك اب بس بالنهار كتير حلو الصبية عم تطلع. عم نشوف السيدات ببشرة كتير جلوي، وعندنا الجلوي سكين انه تكون البشرة مبينة، حاطين فاونديشن وما حاطين، هيدا كمان كتير موضة، ما يكون في طبقة سميكة بالتان اللي حاطينها. بما انه اليوم البلاش هو موضه ولازم تكون بارزه اكثر باطلاله السيده، الكريم بلاش اللي هو كثير ترند واللي هيدا العديد من النجمات اللي هلا خلوه ترند مثل جورجينا، بنشوف البلاش تبعها طالع بهيدا الطريقه اللي طلوع لفوق شايلها خدها، وهيدا اللي بيعطي هيك يونجر لوك للسيده اذا بدك. See my reflection, got affection, cause I care. I can't help but I feel myself, yes I guess I'm a fan. خلينا نعرف اكثر منك زينة عن الالوان يلي دارجه، شو نصيحتك للصبايا؟ نحن عنا لونين بيزيكلي بالبلاش، انا هدول بعتمدهم، اللون اللي مايل على زهر واللي مايل على اورنج. اللي مايل على زهر بفضلها للبشره البيضاء والفاتحه، اللي مايل كل شيء على اورنج للبشره السمراء. بعرف قد اليوم زينة تعاملت مع كتار من السيلبريتيز، من الوجوه اللي نحن منحب المكياج عليها، منهم النجمة الحلوة سيرين عبد النور، الفنانة رحمة رياض وغيرهم كتار كتار، فكمان هيك حابين نعرف أكثر عن التعامل بيناتكم. التعامل مع الفنانات مش سهل، إذا عرفتي شو تتعامل كيف بأي طريقة تتعاملي معها، تشتغلي على البرسوناليتي تبعها، شو بتحب شو ما بتحب، نحكي أنا وياها قبل ما نبلش. الحلو فيهن إنه بيحبوا يجربوا شيء جديد، وخاصة بالفوتو سيشن أكثر ما هو يكونوا طالعين بإيفنت. كمان اشتغلنا على ليكي قالين واخذتي ضجه كثير كبيره بالميك اب، كان اللوك تبعك رائع من ناحيه الشعر ولا الميك اب ولا الدريس. رحمه رياض الميك اب اللي عملت لها اياه كمان كثير اخذ، كان ترند، صاروا الصبايا يقلدوه ويقولوا الميك اب اللي انعمل لرحمه بجوي اووردز، فهذا الشيء كان كثير حلو، هي انبسطت فيه وانا انبسطت فيها، لانه رحمه وجهها بيحمل الميك اب، وجهها حلو للميك اب وبتحب تجرب القصص الجديده. بدي احكي عن النجمه سيرين عبد النور واخر تعامل كان بيناتكم بفوتو سيشن ياخد العقل، مكياج كان كتير حلو، هيك التوتال لوك بالإجمال كان بجنن، حبينا كتير كيف طلعت بهيدا اللوك الجلوي سيرين، طلعناها السكين تبعها كانت كتير جلوي، حتى ستيل التصويرة كانت هيك، لأنه كريسمس بده هيدا الإيفنت تكون بهيدا اللوك طالعة، وهي رائعة وجهها يعني عن جد من وجوه الفنانات اللي أجمل وجوه اشتغلتن معها، بدون ميك اب هير سكين بتطلعي فيها سبحان الخلقة، جلوي سكين مرة
طبيعيه، الاحمر رائع مثلا عليها، يعني لما تقولي حمرة حمرة بتقولي سيرين عبد النور دغري. زينه انا بدي اتشكرك اول شيء على هالمكياج اللي كثير حلو يلي عملتي لي اياه لليوم، وميرسي على كل هالنصائح يلي اعطيتينا اياها، وان شاء الله اكيد بيكون لنا لقاء ثاني لنحكي عن تقنيات جديده. ثانك يو.